20. اسمح لي اعيد السؤال. دقيقة خليني اكمل. بعيد لك السؤال. زين خليني اكمل. زين فبالتالي اهتداء بخطاب صاحب السمو امير البلاد حفظ الله ورعاه واللي القاه نيابة عن السمو ولي العهد، اعتقد الذي حدد ملامح وكويت في المستقبل راح تكون اعتقد لها ثوب جديد ومنظور جديد باذن الله تعالى. لكن الشعب الكويتي يقول اننا احنا نريد النواب الحكوميين في المجلس السابق ويصنفون يوسف غريب من هالنواب، فلماذا لا تلبي رغبه الشعب ايضا لان هي مصدر السلطات ومصدر القوه وتتوقف عن الترشح في المجلس القادم؟ ليش ترشح بناء على كلامك انت؟ لا انا قاعد الغي وجهه نظر الشعب الكويتي من خلال برامج التواصل الاجتماعي والاعلام. موقف وجهه نظرك هذا. انا مو وجهه نظري انا هني صاحب النائب السابق بدر الداهو. منين جبته؟ انا قاعد اقول لك اللي قاعد ينقال بوسائل التواصل الاجتماعي وفي الجرايد وفي المواقع. انا الدائره الاولى، انا ربعي مرتاحين مني ومن شغلي ومن اموري كلها. موقفك موقف بدر الداهو حكم قضائي واجب على الجميع احترامه. صرح فهد بن جامع هذا حكم قضائي. النائب حكم قضائي بس اللي اشتبه تصويت المجلس. لا لا ما صار تصويت في المجلس. تصويت على اخلاق المقعد. لا ما صار تصويت. تصويت اخلاق مقعد. اعلان لا تحرف الحقائق. تصويت على اخلاق المقعد. بالتالي هو حكم قضائي واجب الاحترام، واجب الاحترام صادر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد. في أحد يعترض على الشيء هذا؟ اللي يعترض خلاص يقول أنا معترض. أستاذ يوسف فلا تدخلونا في أشياء ما لها داعي. سبب تصريح الأمير فهد بن جامع أن عدم استقبال النواب اللي تم إعلان أسمائهم من خلال سناب قبيلة العوازي. الأمير فهد فلاح بن جامع أخ عزيز، وبالتالي توجد يعني وجهات باختلاف النظر ويبقى عزيز، وبالتالي لو ينتقدي فأنا ما راح أرد على أخي وعزيزي الأخ فهد بن جامع. لكن صمتتم عن الدكتور بدر الدهم؟ لماذا صمتتم عن الدكتور بدر الدهم؟ ما صمت. إحنا أعلنت. أنت تسأل ما تدري شنو مواقفي. أنا أعلنت إن إذا صار تصويت أنا ما راح أصوت. أعلنت قبل وحضرت عند بن جامع وأكرر بن جامع بالنسبة لنا رمز، وبالتالي إحنا لا نتعدى عليه. وهو يحسب والد. زين أنت ذكرت تكلم لا تتكلم واسكت. دقيقة بس دقيقة. لا تتكلم واسكت. دقيقة. يلا. أنت ذكرت إن أنت ذكرت. غريب. دقيقة. صامت. طلع. لا